سلا انرجي لهالصيفية منتعرف عليهم مع مدير محطة انرجي لبنان السيد كلود أواس. مساء الخير كلود، اهلا وسهلا فيك. هاي كلود أواس، مساء الخير واهلا وسهلا فيك من الاخير. مساء الخير بيير، مساء الخير للكل. قديش بتقولوا مساء الخير على انرجي؟ ما كتير. ليش ما في حكي عربي على انرجي بلبنان؟ لانه انرجي از ان انترناشونال راديو ستيشن، سو اتس اول ان انجلش، ما بتزبط بالعربي. بس فيك تجاوبني بالعربي. اكيد. كلود أواس، بعرف في كثير ايفنتس رح يصيروا هالصيفيه، مثل كل سنه تعودنا على ايفنتس بركه بيكونوا محطوطين دائما على البروجرام مثل انرجي ميوزك تور وغيرهم. السنه شو مخبي لنا؟ السنه مش بس بدنا نحكي اليوم عن انرجي ايفنتس، رح نحكي عن انرجي ونوستالجي ودو يو تو سي وام تي في ايفنتس. يعني بكلمتين هالصيفيه إبر والعاني. إبر جاي مع كل البروغرام؟ التيكتس كمان ولا بس البروغرام؟ لا، التيكتس أكيد لا. كلود، إذا بدنا نبلش، شو هن الإيفنتس اللي رح نشوفهم هالصيفية؟ بلشت الصيفية مع إنرجي مع ويز خليفة شهر الماضي، ومكملين بكتير إيفنتس. أول واحد رح يكون بيتبول بجون 28، بيتبول بالفورم دو بيروت، بيتبول مستر وورلد وايد، يعني أكيد الكل غنيت الجينيريك، غنيت الجينيريك واللي بيحكي فيها عن البنات اللبنانية. رح نرجع نحط غنيت الجينيريك بركة نسمعها شوي كده يعرفوا العالم أكتر عن أجواء بيتبول. بيتبول اليوم معروف بأكتر واحد عم ينزل هيتس بفترة كتير سريعة. بيتبول نمبر 1 باليو كي، باليو اس، بيوروب، بلبنان، وين ما كان بالعالم، عشان هيك سمى حاله مستر وورلد وايد. بيتبول يعني اليوم عادة بلبنان ما بيجي الارتست اللي هو نمبر 1 بالعالم، بيتبول بما انه اليوم نمبر 1 كمان انرجي جايبته على لبنان، هيدي قليل لتسائب. مثل ما ويز خليفة كان النهار اللي ربح البيلبورد اوورد اجى على لبنان، سو اتس جود فور اور ايمج. لكن هاي هي غنية البرنامج، بيتبول رح يكون معنا بلبنان لكن ب جون 28، ب 28 جون رح يكون بلبنان بيتبول، بيكون خلص من الاخير. لو كان بعده من الاخر كان اجى وغنى لها على السجو. غير بيتبول مين عنده؟ في نوستالجي فيفر. نوستالجي فيفر كمان بجون، بس يومين من بعد بيتبول، جون 30. هيدا اول ايفنت بيصير يمكن بلبنان وبالعالم اللي بيجمع 10 ارتست كتير كبار كانوا بالسبنتيز والايتيز، يعني اهم ارتست ديسكو وبوب مرقوا بالتاريخ. يا مراشد بحصل لو كان معنا. نعم، وناجي منك كتير بعيد. انت كتير بعيدة، انت كتير بعيدة، انت عم سيرك، خلينا ساكتين. هذا الايفنت بيجمع 10 بيج ارتست من الايتيز، رح يكونوا كلهم على فرد بلاتو. الفورم رح يتحول على بيج دانس فلور مع ديسكو بول، مع كل الامبيانس. ستوديو 54 يعني اجواء امبيانس السبنتيز ايتيز، ورح نتذكر سوا كيف كانوا هالايام الحلوين باول الميوزك البوب والديسكو. هيدي بس هيك اونت بارانتيز، فينا ننزل ديجيزي حاطين بيروك لابسين سبنتيز ايتيز، او فينا ننزل نورمال لابسين تيابنا مش ديجيزي. سهير تنزل نورمال سوا وغيدا كمان بلا بيروك. نعم. كمان تالت الايفنت بدنا نحكي عنه هو اورينتال نايت. اورينتال نايت هو بلش هال الكايند اوف ايفنتس مع ام تي في سنه 98، عمل منه اربع اورينتال نايت 98 99 2000 2001 2002 سكرت الام تي في. السنه الماضيه كانت رجع الكومباك تبع اورينتال نايت، والسنه ثاني مره يعني السادسه رح تكون سادس اورينتال نايت. اورينتال نايت بيجمع كل الفنانين اللبنانيه اللي بيكون اليوم عندهم أكبر هيت أو أكبر فنانين موجودين على الساحة. من بعده في ما بعرف شو بينسمى ليجند، أكبر من ليجند، شو في اسم أكبر من شارل أزنافور. إنه شارل أزنافور يعني هو أكبر شيء بالميوزيك فرانسيز أو لحتى يمكن انترناسيونال. شارل أزنافور رح يكون مع نوستالجي وجوني فيستيفال ب 6 جويليه. نعم. ما بينوصف، ما بعرف، ما بينحكى شيء عن أزنافور. اكيد. من بعد شارل أزنافور، من بعد شارل أزنافور ثاني يوم انرجي ميوزيك تور. اوف، شو هو انرجي ميوزيك تور؟ بدك تعرف شو هو؟ ايه؟ منتبه هالفيديو.
أولى. Jessica D. Chris Willis. What are we supposed to do? Just forget it, Angelique. And now I'm singing. Curly. Gary Go. La música suena, la noche de cristales, belleza es el alma. Wake up, oh my name, Neon Hitch. I don't know where you're going, but I can. You Sean Kingston. Somebody call now. Special appearance by Laura Skandar. Anthony Tuma. I woke up this morning with a smile. Goldfish Parade. Got the blue. The event is hosted by Lexter and Polly. With DJ Bob Howard and Jez. بس كلنا على الانرجي ميوزك تور رايحين على الانرجي ميوزك تور ولنا 90 تيكت جداد كلود عمص شرف شيلو من الدوسي ما في شيء فاضي طيب كلود خبرنا شو اكثر انرجي ميوزك تور ليه تور انرجي ميوزك تور لانه اتس ا كونسبت موجود بيوروب نعم موجود بفرنسا ببلجيكا بالمانيا بسويسرا وين ما موجودة انرجي بالعالم موجود الميوزيك تور تقريبا وين ما كان هي انرجي ب 14 بلد بس نحن اول بلد برات يوروب عم بيكون فيها هالانرجي ميوزيك تور وراح يكون زيت التور زيت الاشخاص اللي بيبرموا برا كل بلد بيعمل التور تبعه يعني الارتست اللي بيكونوا كل بلد هو بيجيبهم بس كل اللي شفناهم بالفيديو كل اللي عندهم الهيتس هالسنة بالعالم كل كيف تقدروا تعملوا تحدا تجمعون كلهم يعني سيريسلي بتصور كتير صعبة تقدر تجمع كل هالفنانين بسهرة واحدة ولا لأنه انرجي عندها كونتاكتس معهم لأنه نحن هون بلبنان بننقل اللبنانية اليوم شو بحبوا شو الأغاني اللي ماشيين السنة بلبنان في أوقات بباريس بيكون في غير أغاني ماشيين بمارسي لحتى إذا بدك تاخد بين باريس بفرد منطقة بفرنسا بيكون في غير لاين اب بالميوزيك تور نحن بناخذ اللي اليوم ماشيين بلبنان وبنحطهم بنجيبهم كلهم سوا من بعد ميوزيك تور بس بيير انا بدي اعلق كومنت نعم. صغير في شيء حلو بكل الكونسرات اللي بنظموها هي لان عاده انه في كثير بتستقطب شباب وناس تحت الايج يعني على 15 16 وعاده الاهل دائما بضلهم خايفين انه كيف بدكم تروحوا تحضروا هالكونسير انا صرت حاضر كذا يعني في كذا كونسير حاضرهم اول شيء اذا بتروح بكير على الكونسير بيكون ديجا معبى سيكوريتي يعني اتس امبرسيف قد ايه في امن بالكونسيرات وبعدين في دائما تينز اريا يعني في محلات كثير يعني هذا الشيء منيح لانه دائما بيقولوا في فلاتين بلبنان في ريستريكشن على الكول بينتبهوا على كل واحد اذا اندر ايج بخلوه ياخذ درينك اما لا فكمان يعني بلكي هذا مساج لنريح الاهل ونقول لهم انه ما يخافوا اذا يبعثوا بلكي كنتوا من اول الاشخاص اللي عملوا هذا الكونسيبت بفتكر بالعالم مش موجود هذا الكونسيبت نحن اخترعناه وقت اول انرجي ميوزيك تور مزبوط لانه في كثير ناس بحبوا يروحوا يحضروا هالايفنت يمكن تلاميذ مدرسه يمكن عمرهم 16 15 لما عم بيروحوا على الايفنت بلبنان في اوقات بيكون في الكول سو اهلهم بخافوا يبعثوهم نحن عاملين هالسكشن هي كرمال الاهل يطمنوا بالهم لما اولادهم عم بيروحوا على ايفنت ما يخافوا عليهم ونحن نطمن بالنا انه عم نعمل ايفنت تنسلي الناس مش تنزعهم يعني الليميت هي انه يضلوا الناس مبسوطين انترتينمنت مش يعني يشربوا الكول ويسكروا ويرجعوا على البيت يكون عمرهم تحت 18 من بعد ميوزيك تور شو بعد عنا من بعد ميوزيك تور في كريس دوبرغ يلي الكل بيعرفوه كمان بمع جونيا فيستيفال وهذا الايفنت رح يكون بجونيا فيستيفال اوكي لو 8 جويليه
من بعده في من اهم جروبات الالترناتيف روك اللي هن Within Temptation فاينلي بلبنان اللي هن بغنوا روك نتفة سبيسيال اللي هو السيمفونيك روك. It's a very good band. الصوت اللي بتغني كتير كتير حلو, يعني بحس لما واحد بيسمعها بحس انه صوتها انجليك. شانون ديل أديل كتير معروفة, لحتى بتغني all kind of music, يعني ما عندها ليميت, بس صوت كتير حلو بالروك. عندنا كمان إيفنت ما خصو بالموزيك بس كمان انترتينمنت اللي هو كوميدي فاكتوري. كوميدي فاكتوري عادة نحنا دايما منجيب كل سنة تقريبا كوميديان, راسل بيترز أو غيرون, ستاند أب كوميديان. سنة جايبين ثلاثة سوا, يعني اللي حيكون الكوميدي 3 فوا بلوز انتنس. في عنا ميتش فاتيل اللي أخذ أورد بست كوميديان مع اتش بي او, يعني ومعه اثنين من أصل عربي أمريكاني اللي هن عامر زهر ومو عامر. عامر زهر صديقه لجورج حرب. عامر زهر تبع الفيديو وقتك عم بيرقص العربي. اللي بيرقص عربي. نعم. في تريبيوت عم تبرم بالعالم لمايكل جاكسون اسمه Man in the Mirror, فيها سبعة مايكل جاكسونز من وقت اللي كان صغير لحديت آخر أيام مايكل جاكسون, بغنوا كل أغاني مايكل جاكسون. يمكن يسهل للفان كلاب تبع مايكل جاكسون, في فان كلاب بلبنان. مظبوط, هذا بعده بعيد ندفع يعني لأوغست. هذا it's a big show مع دانسرز مع projection مع live band اللي حيكونوا على ستيج, رح يكون ايفنت كتير كبير كمان. ومن بعده مبدئيا اخر واحد بالصيفيه لهلا, مبدئيا لانه دائما بنزيد, رح يكون في That Can Dance بسبتمبر 15. That Can Dance هن ميوزيكتهم نتفه ديفيرنت عن غير ستيل ميوزيك. يمكن بتعرفوا السينجر تبع That Can Dance ليزا جيرار يلي غنت بالساوند تراك تبع جلادياتور. مزبوط. صوت كمان كتير هي حلو. هي جاية كمان. هي اللي جاية مع الباند كلهم سوا. شكلها مثل صوتها. يمكن أحلى شوي. أها. جود 2025 من جيب. 2025 مبدئياً لح نجيب بيير ستاند أب كوميدي. بيكون. أنا واس من الآخر كل هالإيفنت صراحة كيف تقدر تلحق عليهم, يعني كيف فيك تعمل مانجمنت لهيدا من الإيفنت؟ هيدول الإيفنت ما بينعمل المانجمنت تبعهم بشخص أو شخصين, في إكيب كتير كبيرة بـ2U2C عم تشغل وعم تكبر كل سنة. هالإكيب أكيد مسؤول عن 2U2C هو جهاد المر. الإكيب عم تكبر وعم أوقات بالإيفنت عم نوصل للـ100 شخص منكون عم نشتغل عليه. حلو كتير. وفي إيفنت منكون 70-80, يعني مينيموم عم نكون 70 شخص اللي عم بنظمه هالإيفنت. يعني فينا نقول الصيفية والعانة؟ صيفية كتير والعانة السنة. Thanks a lot, Nadawas. Thank you. Super.